وللحديث أكثر ينضم إلينا من لاهاي موفد الحدث الزميل نور الدين الفريدي. نور الدين، صباح الخير وأهلا بك معنا. كل الأنظار تتجه اليوم إلى المحكمة الدولية فيما يتعلق بإصدار قرار بالنسبة لتهمة الإبادة، ولكن اليوم لن يكون النظر بالأساس. بالتالي متى من المتوقع أن تعقد هذه المحكمة اليوم؟ صباح الخير جيسال. صباح النور. نقف هنا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في نظام الأمم المتحدة. قرارها منتظر، يترقبه الكثير باهتمام بالغ، من غزة حتى جنوب إفريقيا، مرورا بالعواصم العربية والدولية الأخرى. لأن القرار الذي ستصدره المحكمة بعد 3 ساعات من الآن ستكون له تداعيات سياسية ودبلوماسية. بموجب صلاحيات المحكمة، محكمة العدل الدولية، إذا هي اقتنعت بأن الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا بها أخطار ممكنة وأخطار واردة ومحتملة ومحدقة، بأن هناك أضرار جسيمة قد تلحق بمجموعة من البشر، هي هنا الشعب الفلسطيني، ففي وسعي المحكمة العدل الدولية أن تتخذ هذا القرار بالمطالبة بوقف الحرب. ثانيا، المحكمة من صلاحياتها أن تتخذ قرارا آخر لا يتجاوب بصفة كاملة أو يتجاوب بصفة نسبية مع الدعوة التي وطلبات جنوب أفريقيا التي دعتها إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، لأن جنوب أفريقيا ترى بأن الأعمال التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 من أكتوبر تكتسي طبيعة أعمال الإبادة الجماعية. تفضل. نعم، هل ستكون علنية هذه المحاكمة اليوم أو ستكون مغلقة؟ وهل من تسريبات تواترت إذا ما كان فعلا اليوم سيصدر القرار من المحكمة على عكس ما تسوق إسرائيل؟ لا، المحكمة ستجتمع الساعة منتصف النهار بتوقيت غرينتش، والجلسة تدوم ساعة. تقرأ فيها رئيسة المحكمة، تتلو فيها قرار المحكمة الذي يكون قد خضع لتصويت القضاة 15، ويمكن أن يصوت عدد من القضاة في هذا الاتجاه وعدد منهم في اتجاه آخر. إذا تناصفت الأصوات فإن القرار يؤخذ مع المجموعة التي صوتت إلى جانبها رئيسة المحكمة، يعني في غضون الساعات أو صوتها يكون الفاصل، يصدر في منتصف نهار اليوم بالتوقيت الدولي، وليس هناك من مرافعات لا من جانب جنوب أفريقيا ولا من جانب إسرائيل. وهو قرار ملزم لا يمكن الطعن فيه، وهذا يتعلق بجانب الإجراءات الاحترازية العاجلة التي طالبت بها جنوب أفريقيا. بينما جوهر القضية، هل فعلا إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة؟ هذه التهمة تحتاج وقتا طويلا للتحقيق فيها والنظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية. تفضل. هناك حديث عن إجراءات طارئة، ما هي هذه الإجراءات الطارئة نور يمكن أن تتخذها المحكمة؟ نعم، هذه الإجراءات الاحترازية، الإجراءات الاحترازية العاجلة التي يمكن أن تتخذها المحكمة، وهي التي يتمناها الفلسطينيون، أن تطلب المحكمة أو تأمر المحكمة، أن تأمر المحكمة، لأن قرارها هو أمر ملزم، أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة. هذا هو القرار العاجل والطارئ الذي طالبت به جنوب أفريقيا وينتظره الفلسطينيون. يمكن للمحكمة من ناحية النظرية بموجب صلاحياتها أن تتخذ قراراً يختلف إما بصفة كلية أو جزئية عن تطلعات أو عن الطلب الذي تقدمت به الدولة صاحبة الدعوة هنا جنوب أفريقيا أو في أي، ولكن من صلاحيات المحكمة أن تتخذ هذه الإجراءات الاحترازية العاجلة. لماذا عاجلة؟ لأنها تكون قد اقتنعت من أن الفلسطينيين يتعرضون لمخاطر محدقة ومخاطر ممكنة بأعمال الإبادة، ولكن أيضا ليس فقط أعمال الإبادة، وإنما قد تتعرض، يعني يمكن للمحكمة أن تقتنع أنها إذا
أن هناك أدلة كافية من أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لأضرار جسيمة لا يمكن جبرها. وفي هذه الحالة المحكمة من صلاحياتها أن تتخذ قرارا طارئا ملزما بالنسبة لإسرائيل بوقف هذه الأعمال الحربية. تفضلي. نعم، بما يعني أن الأجواء يعني تشير إلى إمكانية إصدار قرار بحق لا سيما المدنيين الفلسطينيين بإيقاف الحرب. نعم، أن للمحكمة يعني ما هو فعلا متوقع ما هو منتظر من جانب جنوب أفريقيا ومن جانب دول كثيرة ساندت جنوب أفريقيا في هذا المسعى هو أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب. الآن إذا اتخذت المحكمة هذا القرار وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ هذا وهي عاهدة تجاهل القانون الدولي منذ قيامها، فإن جنوب أفريقيا يحق لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة أن تذهب وتتجه إلى مجلس الأمن آنذاك. مجلس الأمن يجب أن يجتمع ويتصرف في صفته تقريبا هيئة تنفيذية، لأنه مطالب بموجب قرار محكمة العدل الدولية أن ينفذ هذا القرار، ولا يمكن لمجلس الأمن الاعتراض على قرار محكمة العدل الدولية لأنها أعلى سلطة قضائية في نظام الأمم المتحدة ولا يمكن الطعن في قرارها. لذلك فالقرار مهم للغاية، ينتظره الجميع، حتى الفلسطينيون، جنوب أفريقيا، الإسرائيليون أيضا. رأينا الاستنفار السياسي والاستنفار الإعلامي والحضور على مستوى القانونيين، وهذه في هذه المحكمة يعني نادرا ما حضرت إسرائيل في صفة دولة متهمة ودافعت عن نفسها. عادة إسرائيل تقاطع الهيئات القضائية الدولية أو الهيئات الدولية عندما يتعرضوا باعتداءاتها، ولكن إسرائيل حضرت هنا وكانت لا نقول في صفة الاتهام وأن في قفص الاتهام، ولكن حضرت في قبل نحو أسبوعين ودافعت ورافعت عن طريق المحامين، ولكنها كانت متهمة بأنها ارتكبت أعمالا ربما تكتسب أعمال الإبادة الجماعية، وهذا ولذلك فقرار المحكمة سيكون تاريخيا، لأنه إذا صدر في هذا الاتجاه سيكون قرارا منصفا للشعب الفلسطيني في هذا الظرف بالذات. وإذا سمحت فأن هذا القرار لن يكون بين جنوب أفريقيا بين المحكمة وإسرائيل وجنوب أفريقيا، وإنما ستكون له تداعيات كبيرة حتى على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الدبلوماسي. على الصعيد السياسي والدبلوماسي هناك عواصم أخذت مواقف خجولة ضد فيما يتعلق بعدم مطالبتها بوقف الحرب أو أنها دعمت إسرائيل بشكل مطلق مثل ألمانيا وبعض دول أوروبا الشرقية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. وهذه الدول إذا صدر قرار المحكمة بصفة إيجابية منصفا للفلسطينيين يعني بالمطالبة بوقف إطلاق النار، سيصعب على عواصم الدول الغربية وعلى الولايات المتحدة أن تقول أنها لا تقف أو لا تطالب بوقف إطلاق النار. من هنا فإذا فعلا صدر القرار بهذه الصفة الإيجابية لفائدة الفلسطينيين، هناك أيضا حسب معلومات الحدث هناك عمل يقوم به رجال القانون في فرنسا في ألمانيا من أجل تقديم شكاوى ضد الدولة الفرنسية وكذلك ضد ألمانيا من أجل مطالبتها بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح في هذه المرحلة بالذات. ونحن هنا في هولندا قبل أيام مارك روتي رئيس الوزراء الهولندي كان موضوع شكوى قدمتها ثلاث منظمات حكومية وعدد من الدبلوماسيين وكبار الموظفين في الدولة إلى القضاء الهولندي وليس إلى القضاء الدولي، ينتقدون فيها ويطالبون فيها رئيس الوزراء الهولندي بوقف تزويد إسرائيل بقطع الغيار التي تستخدم في مقاتلات F-35 والتي تستخدم، وهذه المقاتلات استخدمتها إسرائيل في قصف المدنيين، وهنا بالتالي هناك تداعيات كبيرة جدا لهذا القرار. إذا نعم صدر فمثلا هولندا ستكون ملزمة بموجب القانون الدولي بأن نعم توقف تزويد إسرائيل بقطع الغيار وبالسلاح الذي يستخدم. ونحن نشكرك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي زودتنا بها من لاهاي. كان معنا موفد الحدث الزميل نور الدين الفريدي.